السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل التحية ليكم وكل الشكر ليكم على الفترة اللي فاتت ان انتوا طول الوقت مساندين للبيج ومساندين لقناة اليوتيوب ومساندين لينا في كل حاجة بنقولها، خاصة جمهور الزمالك المحترم. عندنا فيديو النهاردة فيه حاجات كتير خاصة بموضوعين خاصين بنادي الزمالك وموضوع خاص بالنادي الاهلي. بالنسبة للموضوعين الخاصين بنادي الزمالك سريعا، موضوع حمزة المسلوسي وعقد حمزة المسلوسي. كل مصر عارفة ان حمزة المسلوسي عقده بينتهي مع نادي الزمالك في نهاية الموسم السنة دي، ولحد دلوقتي مفيش اي كلام مع حمزة المسلوسي من مجلس الادارة. كل الناس مركزة في الفترة اللي فاتت في ان حمزة المسلوسي هيروح كاس عالم وان حمزة المسلوسي هيكمل ولا مش هيكمل. انا بقول لكم وكلام واضح وكلام اخر حاجة وصل ليها نادي الزمالك ان نادي الزمالك مش هيفتح موضوع حمزة المسلوسي الا نهاية الموسم. اي كلام بعد كده كله للاستهلاك المحلي. حمزة المسلوسي موجود في نادي الزمالك السنة دي حتى نهاية الموسم، حتى نهاية فترة عقده. فكرة ان يجي له عرض في يناير ويمشي ممكن تبقى في مخيلة مجلس ادارة نادي الزمالك او مسؤول نادي الزمالك، وده اللي هيفكر فيه الفترة الجاية. انما مبدئيا لحد دلوقتي وكل الكلام اللي واضح من داخل نادي الزمالك ان حمزة المسلوسي مكمل لنهاية عقده نهاية الموسم ده. بكده حمزة المسلوسي هيفضل مكمل الا اذا جد جديد والزمالك احتاج او جاله عرض كويس لحمزة المسلوسي يبتدي يتنقل فيه في يناير او يتباع في يناير، لان عقده هينتهي في بنهاية الموسم ده. بالنسبة للمشكلة بتاعت الونش وموضوع غياب الونش الفترة الكبيرة، وخلاص تأكد ان الونش مش هيرجع قبل نهاية الموسم ده، وان الونش اصابته مطولة معاه شوية، وان الموضوع مش هيلحق محمود حمدي الونش الفترة الاخيرة ان هو او الفترة اللي جاية ان هو يلحق يرجع قبل فترة قريبة. يعني الموضوع مكمل من اربع لست شهور. انا قلت لكم امبارح الكلام ده. كان في كلام اتفتح ان محمود علاء ممكن يرجع، وبعض الاصوات طلبت برجوع محمود علاء. عشان الناس برضو ما تفتحش الموضوع ده تاني، محمود علاء مكمل في نادي الاتحاد لنهاية الاعارة بتاعته. مفيش بند في عقود محمود علاء او في بند الاعارة بتاع محمود علاء ان هو الزمالك يحقله ان هو يفسخ فترة الاعارة او يقطع فترة الاعارة ويرجع تاني. اللي بيه محمود علاء مكمل الموسم مع نادي الاتحاد، وانتوا عارفين ان نادي الاتحاد ما بيفرطش في اي لعيب في نص الموسم. نهاية الموسم يخلص عقد محمود علاء مع نادي الاتحاد يبقى يرجع محمود علاء. وانا قلت لكم امبارح ان نادي الزمالك هيفكر في مساك يبقى موجود مع الناس اللي موجوده في الفتره اللي جايه، وده محتمل ان هو يتعامل في يناير ان شاء الله باذن الله. الاسم لسه نادي الزمالك ما استقرش عليه مع الفرود اللي بيفكر هيجيبه نادي الزمالك تحت السن، سواء الفرود اللي تحت السن او ممكن كمان نادي الزمالك يفكر ان يجيب حد اجنبي تحت السن ويستغنى عن حتة الفرود ويجيب حد فرود مصري او يجيب حد تحت الفراودة مصري. يبقى كده نادي الزمالك عنده حلين، ان هو يجيب السردباك تحت السن صغير او سردباك مصري، او يجيب فرود تحت السن اجنبي سواء افريقي او اجنبي او حد فرود مصري. يبقى هما المكانين تاني، بعيدها تاني، المكانين اللي بيفكر فيهم نادي الزمالك هو مركز المساك بديل محمود حمدي الونش، ومركز الفرود اللي بيدور عليه نادي الزمالك اللي يساعد مع نادي الزمالك الفتره الجايه. نروح بقى لحته النادي الاهلي عشان برضو الموضوع يبقى الفيديو سريع ومبسط. يعني مارسيل كولر كان واخد قرار من فتره بخصوص اتنين لعيبه في النادي الاهلي، محمد محمود وزياد طارق. دول طلب مارسيل كولر بخروجهم اعاره في بدايه الموسم والنادي الاهلي ما طلعهمش اعاره، فاللعيبه دي قعدت طلب مارسيل كولر ان هو يخلي اللعيبه دي تنزل تتمرن مع الناشئين. بس واضح ان مارسيل كولر رجع في كلامه الفتره الاخيره وهيبتدي ينزل اللعيبه دي التمرين بسبب غيابات اللعيبه اللي موجوده، سواء اصابات او سواء اللعيبه اللي انضمت للمنتخب، منتخب اولمبي ومنتخب اول. اللي بيه مارسيل كولر بدا يفكر في الاثنين دول، هل هيكملوا الاثنين دول بعد فتره نهايه او هو اوريدي هو طلبهم ان هم هينزلوا مع الفرقه يوم الاثنين وهيشتغلوا مع الفرقه يوم الاثنين. هل الموضوع مقتصر على فتره معينه اللي هي الفتره اللي فيها غيابات لعيب المنتخب، ولا الموضوع مكمل مع مارسيل
كولر في الفتره اللي جايه. ده بيثبت ان 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 في حاجتين حصلوا في الموضوع ده. الحاجه الاولانيه والمهمه ان ممكن تكون لجنه التخطيط في النادي الاهلي بتفكر في ان شايفه ان الاثنين دول مهمين بالنسبه للفرقه، او في الفتره اللي لعبوا فيها مع مستر سواريش عملوا اداء كويس وان هم ممكن يبقوا موجودين في الفتره الجايه. هل ضغطوا على مستر كولر بوجود الاثنين دول؟ ما اعرفش. هل في كلام ان ممكن الناس دي ما تطلعش وتكمل مع نادي الاهلي؟ اعتقد الموضوع صعب جدا، وانا كنت سمعت قبل كده الوكيل بتاع محمد محمود بيقول ان هو عنده عروض كتير جدا، وان هو كان بيطالب بس النادي الاهلي ان الولد او اللعيب محمد محمود يتمرن مع الفرقه بتاعه النادي الاهلي. الجديد هيبقى في الموضوع ده، ان بعد عوده لعيبه المنتخب ايه اللي هيحصل مع الاثنين دول؟ على فكره هما اثنين موهبه كويسه برضو للحق، اثنين موهبه كويسه جدا، سواء محمد محمود او زياد طارق، وانا بقول ان زياد طارق ده من اللعيبه الكويسه جدا، وان الاستفاده بيه داخل النادي الاهلي كانت تبقى مهمه جدا، انما برضو هو كل مدرب عنده قناعات وعنده وجهه نظر في لعيبته وعنده وجهه نظر في اختياراته. هنروح لحاجه بسيطه جدا 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 في المنتخب، ان المنتخب ان شاء الله باذن الله في الفتره اللي جايه دي احنا هنتابع الموضوع بشكل كويس، وان شاء الله باذن الله هنوليكم كل يوم كل يوم بحاجه خاصه بالمنتخب، لان برضو يا جماعه خدوا بالكم انا شايف الناس هايجه، ده راح ده ما راحش، ده استبعد ده ما استبعدش من المنتخب، وهجوم على الكابتن حازم امام، وهجوم على مسؤولين اتحاد الكوره بخاصه في اختيارات لعيبه المنتخب خاصه مستر فيتوريا. يا جماعه سيبوا الراجل يشتغل، الراجل لسه ما عملش حاجه. على فكره انا لا بشتغل في اتحاد الكوره ولا بستفاد منه عشان ادافع عنه، بس سيبوا الناس تشتغل، مستر فيتوريا بيختار حسب رؤيته هو، حسب وجهه نظره هو، لدرجه ان في ناس بتتريق وبتقول لك ان انا خايف ان ماتش بلجيكا يحصل زي ما حصل ماتش فرنسا، وان ممكن تبقى النتيجه تقيله وتبقى. يا جماعه منتخب مصر بيحتوي على لعيبه كبيره جدا، وعندنا اسماء كبيره جدا. كان عندنا مشكله ان كل المدربين بيتجهوا للحته الدفاعيه في الشغل بتاعهم. دلوقتي جالنا مدرب بيعرف يفكر هجوميا كويس، وبيلعب كره هجوميه، وبيدفع باللعيبه اللي بتعرف تهاجم كويس، فسيبوا الراجل شغال. انا مش فاهم الناس يعني بتهاجم الراجل من 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 بدري جدا، وانا عارف ان في ناس ليها مصالح في هجوم على الراجل عشان يبقى في تغيير وناس تيجي وناس تروح وناس قريبه منهم. الموضوع عارف يعني الموضوع بقى ريحته مش كويسه. فكل التوفيق الفتره الجايه لمنتخب مصر، بعيد بقى عن الالوان. وانا لما اجي اتكلم عن منتخب مصر لو شفت لعيب من النادي الاهلي كويس هقول عليه كويس غصب عن اي حد، لو شفت لعيب مش كويس هقول عليه مش كويس. من الزمالك انا هقلع فلنة الزمالك فترة ماتش بلجيكا، وهلبس فلنة منتخب مصر. ليه الكلام ده؟ لان منتخب مصر فوق كل الكلام ده كله. احنا كلنا هنا نشجع بعض، نقطع بعض، نتكلم اهلي، نتكلم زمالك، نقول زي ما احنا عايزين، انما حتة منتخب مصر يا جماعة احنا كلنا عايشين تحت مظلة الدولة المصرية، فلازم نقف جنب فرقتنا ولازم نقف جنب منتخب مصر الفترة الجاية. كده الفيديو بتاعي انتهى، بشكركم، كل التحية ليكم وكل الشكر ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.